بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 40 دولة حول العالم، اختتمت فعاليات بطولة العالم للكروسفيت والتي استضافتها ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد الختام وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وعدد من قيادات الوزارة واتحاد اللياقة التنافسية ورياضة الشارع. طبعا سعيدين جدا ان احنا بنحقق يعني جزء مهم جدا للياقة البدنية، على اعتبار اللياقة البدنية والصحة مشروع قومي مصري، لكن احنا بنعمله بطريقة مختلفة، بنعمله عن طريق الايفنتات الكبيرة، عن طريق النزول في اوساط مختلفة. النهاردة يعني الحقيقة ثلاث ايفنتات للياقة البدنية: ستريت ورك اوت، كروس فيت، سترونج مان، الثلاثة مجتمعين في نادي التصفيات في أكثر من 40 دولة موجودة. تتشكل لعبة الكروسفيت من عدد من اللعبات الأخرى مثل رفع الأثقال، الجمباز السويدي، وتظهر التفوق الرياضي واللياقة البدنية العالية للشباب. الكروسفيت هي لعبة زي لعبة الخماسي كده الحديث، هي فيها أكتر من حاجة، هي داخل فيها السباحة وفي داخل فيها الجمباز واللياقة التنافسية، هي شغالة على اللياقة بشكل عام، القوة، السرعة، التحمل، رفع الأثقال بيبقى في جزء منها برضك. رياضة الكروسفيت هي بتساعد الأولاد أو الشباب، إن أي حد بيلعب رياضة تانية إن هي بتكمل وبتعلي جدا من الرياضة بتاعته، يعني لو حد بيلعب سباحة بيلعب كروسفيت، الكروسفيت بتعلي جدا من أدائه. تأتي استضافة مصر لبطولة العالم للكروسفيت في إطار سعي مصر لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مما يعكس قدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمستوى عال من الاحترافية والتميز. عبد الحميد صقر، النيل الأخبار.